الرسالة العلمية تاعنا تاع هذه السنة، قبل ما نحكيو على تقنية العالم الافتراضي ولا الإخراج الافتراضي تاع المشاريع تاعنا، نتكلموا على المشروعين اللي قمنا بتقديمها مؤخرا، هو مشروع لمتحف هو أكبر متحف في إفريقيا، ومشروع ثاني هو مشروع أبراج تجارية لبرجين تجاريين في مدينة وهران بحي العقيد لطفي. هو حي جديد، هو حي اونتر بارونتيز نهضروا على لوربانيزاسيون اللي راهي صاريه في مدينه وهران. مدينه وهران الكبرى هذا راهي تعرف تشييد مباني جديده ومركبات جديده، اكيد مع المنشات الجديده اللي راهي اكيد. ومدينه وهران هي المؤهله حاليا لاستضافه مثل هذه المشاريع الكبرى، صح؟ وهذه الرساله العلميه التي قمنا بها مؤخرا. ما شاء الله. هشام، عرفنا هذا المشروع. انا بين يدي الان ديسكريبشن تاع بيث تو تاور. شكرا مجددا اخي صالح، وقناة الشرق على الاستضافه، وبرنامج صباح الشرق اللي كان دائما موقف تاعو ثابت على راسهم الاستاذه زهور في دعم الشباب ودعم الافكار الجديده. المشروع تاعنا كان عباره عن برج اعمال متعدد الاستخدامات، بي اي تي تو تاور. هذا هو اسمه اكزاكتومون، هذا بزنس انوفيشن اند تكنولوجي تاور، يعني قسمتوها هكذا بي اي تري اكزاكتومون سي لو نون دو سات تور. هذا البروجي كان شغل سويفون واش رانا نشوفوا دوكا، تابع واش رانا نشوفوا في السياسه تاع الجزائر في دعم المشاريع الكبرى، كما نشوفوا جامع المسجد الاعظم، نشوفوا سي سي، نشوفوا زعما في وهران عندنا الكومبلكس سبورتيف تاع بيل الجير. الجزائر بدلت لا مونتاليتي ولا السياسه تاعها اتجاه المشاريع الكبرى. حنا خممنا في هذا لو سونس تاع نكملوا في هذا الاتجاه تاع نبنيو مشاريع كبرى على حسب لا فيزيون ولا على حسب الاتجاه تاع الجزائر واش يتخمم في الديفلوبمون تاعها. دونك قمنا بانشاء اول تور لاول برج اللي فيه هذا البرنامج متعدد الخدمات، فيه برنامج تاع الاعمال، تاع فيه مكاتب للشركات، مكاتب الاعمال الحره في الطوابق الاولى، الطوابق اللي فوقها كانت فيها دي فورماسيون دي سباس دو فورماسيون بوغ لي جيستيون كوميرس، اونسويت عندنا لي زيتاج اللي فوقها، يعني كل اعمال الاداره. كل اعمال الاداره. طيب هشام، قول لي فقط، انتم طلبه؟ نعم، احنا في اي تخصص؟ احنا طلبه هندسه معماريه، تخصص تكنولوجيا وبي اي بجامعه سعد حلب بليده. ما شاء الله، مازال ما تخرجتوا، هذه كانت مذكره التخرج تاعكم. هذه كانت مذكره التخرج، تخرجنا الاسبوع اللي فات. ابدعتم صدقني، ابدعتم انتم اربعه، راح نكتشفوا الزملاء تاعكم فقط أكيد. في الورشه اللي راح نجربوا معاهم هذه الفكره. فقط قول لي، نرجع لك محمد الامين، قول لي لما، لانه علاه نقول لك طلبتنا وشبابنا يحب يدير مذكره التخرج مضمونه، يعني النتيجه تكون تاعها مضمونه، التعب ربما راح يكون قليل ولكن النتيجه تكون مضمونه. انتم ربما درتوا تشالنج، تحدي، حتى تبدعوا تنجحوا تخرجوا، ولكن تخرجوا بحاجه اضافه جديده، صح؟ لما بديتوا العمل تاعكم في اعداد المذكره، في القيام بالبحث على ارض الميدان، هل هذا الشيء لقيتوه ناس فتحت لكم البيبان، ساعدتكم، سهلت لكم الامور؟ كيفاش كان التقبل والتجاوب معكم؟ هي في الحقيقه اخي صالح البدايه ولا المشوار وقتاش بدا في بدايه العام، وهذا ما نصحوا به احنا بدايه العام تاع التخرج. بدايه العام تخرج ولا قبل في الصيف يبدا الطالب ولا يخمم في الهدف تاعو تاع مذكره التخرج كيفاش راح يكون، ولا مشروع التخرج كيفاش راح يكون. طيب. اسكو راح تكتفي بمشروع فقط ليك، ولا مذكره تخرج فقط ليك، ولا باش تفتح بها افاق جديده في المجتمع تاعنا ولا للدوله تاعنا، ومن اجل تطوير كل ميدان عنده الخواص تاعو اكيد، ولكن كما احنا نهضروا على الميدان الهندسه المعماريه، نفتحوا افاق جديده في الجانب السياحي مثلا اللي هو مشروع مذكره التخرج تاعنا. جميل جدا. وكاين ثاني ذا كوسموس هذا المتحف الكبير اللي خلينا نكتشفوا وهران بنظره أكيد. الشباب هذه وش حكيت؟ المتحف الكبير بوهران، هذا المتحف خاصة ذا كوسموس اكسبلور يور فيفورت يونيفرس، سي تادير كو فوز افي ديكوفري هذا لو ميزي اترافير لو بروغرام ريش تاعو الانتيريور، تادير كو البرنامج تاع هذا المتحف هو برنامج ثقافي وعلمي على الصعيدين. حنا في الحياة اليومية تاعنا نشوفوا المتاحف، يا نشوفوا متحف ثقافي فقط او متحف علمي فقط، حنا جمعنا بينهما نرتكزوا على الثقافة تاعنا، الثقافة الجزائرية، الثقافة الغنية. نمد مثال فقط بالخف، تفضل. المتحف الكبير بدبي في الإمارات، ونعرفوا كل الإمارات ما عندهاش ثقافة كبيرة كما الثقافة الجزائرية. طبعا احنا عندنا ثقافة كبيرة بصح ماناش نروجوا لها كما يلزم الحال. ومدينة وهران
كما تفضل اخي رياض مقبل كي نهضر على المنشات الكبرى اللي راهي تدعم فيها الدوله الجزائريه وما شابه ذلك، انه هذا المتحف الكبير راح يمشي في هذا الطريق، انه راح يدعم هذه المشاريع الكبرى، وخاصه كما حكينا في مدينه وران في حي العقيد اللي راهي طالعه أكيد. في المنشات هذا البرنامج الثقافي يروج للثقافة تاعنا والتاريخ تاعنا، التاريخ واليوم بمناسبة الاستقلال 61 61 عفوا 61 أنه هذا المتحف راح يروج لهذه الثقافة، ومام طون نشوفوا كيفاش النظره العلميه تاع البلد تاعنا كيفاش راح يكون في المستقبل. اكيد برافو عليكم شباب، انتم ما كنتوش وحدكم في اعداد هذه المذكره تاع التخرج وهذا العمل الرائع.